يا مساء الفل عليكم، انا عمر اسماعيل وانتم بتتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض نوع مختلف كده من الستيك اسمه سالزبري ستيك، وبعد كده هنعمل مع بعض سموذي الشوكولاته. طيب ايه المكونات اللي عندي كده في السريع؟ عندنا هنا بقسماط اللي هو البانكو، عندي لبن، عندي بيض، عندي لحمه مفرومه، عندي هنا بصل مبشور، انا عندي بصل انا بشرت نصها والنص تاني هنقطعه مع بعض، وعندي هنا توم باودر وطبعا ملح وفلفل. اما بالنسبه للصوص عندي هنا صوص ورشستر، عندي صلصه، عندي نشا، عندي شويه من الزيت، وده احنا هنستعمله ده زيت الكانيلا اللي هو نقطه الاحتراق بتاعته بتبقى عاليه شويه. عندي هنا بقيه البصله زي ما قلنا هنقطعها، عندي مرقه لحمه، وعندي شويه من المشروم. نقدر نستعمل اي مشروم للصوص ده، لكن انا بحب استعمل البورتوبيلو او اللي هو المشروم البني. اول حاجه عندنا خالص نعمل حاجه اسمها الباناد. الباناد ده بيبقى ايه؟ بيبقى البقسماط بحط عليه اللبن اهو، وبعد كده بنزل عليه بالبيضة، اكسرها بس كده اهو ضربة صغيرة جدا، وانزل بيها على البقسماط واللبن، وبدي ده تقليبة كويسة قوي كده اهو. الفكرة انا عندي ايه؟ عايز البقسماط كله يشرب السائل، اديله كده ايه خلطه كويسه، اتاكد ان البقسماط كله وصل له السايل، وبعد كده بسيبه كده على جنب يشرب هو السوائل دي على ما نحضر بقيه الحاجه. خلاص يبقى عندنا الخليط بتاع البقسماط والبيض واللبن، او زي ما قلنا اسمه الباناد، خليه على جنب اهو. ناخد اللحمه بتاعتنا ايه كلها ننزل بيها على طول، نكسرها كده على قد ما نقدر، وعلى الميكس ده هنزل بصل. انا قلت لكم انا عامل البصل ده مبشور، واخده كده زي ما هو مش مفروم، عشان عايزه عايز شويه الميه او العصاره اللي واحنا بنقلب تقعد تطلع وتطعم لي فيه بقيه المكونات. وهنا ده الثوم البودره، وبعد كده ناخد الملح اهو والفلفل الاسود، ابتدي اقلب اهو كده شويه. طيب بصوا لما سيبنا البانات ده اللي بقول لكم عليه او البقسماط ده، بصوا تحول لحاجه عامله زي ايه؟ المعجون كده شويه. دي انا اخدها كلها اهو وننزل بيها. اول ما نحس كده ان احنا وزعنا المكونات بطريقه كويسه ونبتدي نشكل الستيك بتاعنا او القرص بتاعتنا. طيب ده بيبقى على شكل ايه؟ بنعمله زي كده شكل الهمبرجر بس بيبقى سميك واكبر شويه. نبتدي ناخد اهو، خلي بالكم احنا بنعملها ستيك مش برجرايه، فبتبقى كبيره وسميكه كده، وهو ده اللي احنا بنحاول نوصل. وقتها كده اهو ادي عندي اول حته. زي ما قلت لكم احنا بنحاول نعمل قرص، بنحاول نضغط كويس واحنا بنشكله، بنحاول نديله برده قوام كده يكون تخين ويبقوا كلهم لحد ما نفس السمك او التخن، عشان في التسويه يبقى الموضوع اسهل. خلاص خلصنا اهو، هنزل شوية الزيت اهم. الفكرة هنا ايه؟ ان احنا بس عايزين نستنى الزيت بتاعنا يسخن شوية عشان ينزل زي بالظبط ما بنيجي نسوي الستيك، ينزل ياخد زي ما نقول السيزل بتاعته، اللي هو تنزل تسمع صوتها على طول اول ما تنزل. تست كده سريع بس تمام قوي اهو. ابتدي اخد اللحمه بتاعتي هزه كده ونزل، هو ده الصوت اللي انا بدور عليه اللي انتوا سامعينه دلوقتي. اهو حط ثلاثه، مش عايز اسحم الطاسه قوي. ها
زي ما احنا متعودين اهو، مش عايز افرمه يعني ناعم قوي، احنا عايزين يبقى موجود القوام بتاعه فيه الصوص اهو. في الاخر ننيمها كده ونشتغل حوالين القلب. ناخد البصل اهو، هنبتدي نحضر كده المشروم لحد ما نقلب اللحمه. ده ما فيش، انا باخده شرايح كبيره الى حد ما مش صغيره اهو. حاول نحافظ بس ان حتت المشروم يبقى السمك بتاعها الى حد كبير قد بعضه، ومش لازم نستعجل ومش لازم السرعه ومش لازم نقطع بسرعه. مع الوقت ايدك هتتعود على الحاجات دي. في الاول دايما خلينا نبتدي كده بشويش لحد بس ما نبقى مالكين اللي احنا بنعمله. خلاص طيب، هي بقى القلبه اللي بقول لكم عليها اهي، نجهز بس ونوسع لها كده، وحركه واحده جريئه على طول اهو ننزل. وبصوا خدت الوش اللي احنا عايزينه من الناحيه الثانيه اهو، ومن هنا كمان. حلو قوي. نقلب واحدة كده نبص عليها كده، احنا خدنا اهو اللون من الناحيتين على الحتة بتاعتنا كلها اهو، وهنا كمان. خلاص نرفع اللحمة على طول اهي، نفس بقى الزيت ده. بصوا شوية الحاجات السوداء اللي انتوا شايفينها، هو ده اللي بقول لكم بقى ايه، ده انفجار الطعم اللي بيبقى موجود مكان البروتين. فعشان كده دايما بحب اسوي الحاجة مكان ما البروتين كان بيستوي. ننزل على طول بالبصل ومعاه المشروم بس، وهنا هندي المشروم رشة كده صغيرة من الملح تساعده ان هو يطلع المية اللي جوه. هنديها تقليبة اهو، نحاول على قد ما نقدر نفرده على اكتر مساحه من الطاسه، يبقى المشروم لامس فيها الطاسه نفسها، لان انا عايز اديله لون وسنه حروقه كده قبل ما ننزل بالسوائل ويكمل سوا بتاعه في الصوص. طيب من هنا اوسع كده وهنزل شويه صلصه النص اهو بالظبط. اديها ثانية بالظبط وننزل. بصوا ابتدى المشروم يخس ازاي، لدرجة ان بقى عندي فوارغ من الطاسة. احنا لسه من دقيقة كانت الطاسة مليانة على اخرها، فهو كل ما بيستوي بيطلع منه السوائل اللي هي اصلا مدياله الفوليوم او الحجم اللي احنا شايفينه ده، فحجمه بيصغر قوي. حاجتين يعني دايما بنتخدع في شكلهم واحنا بنحطهم في الطبخ، المشروم والسبانخ. تحس انت حاطط كميه كبيره قوي، لكن في الاخر تقريبا بيصغروا لنص الكميه اللي انت متوقعها. انزل اهو صوص الورشستر، هسيب الحاجات دي كده ميكس مع بعض اهو. هاخد المرقة اللي عندي شوية النشا وهنزله اهو، اديله تقليبة وهنزل على الصوص بتاعي. نبتدي اقلب اهو شويش كده بس حركه. حاول دايما بقول لك مع الميه لما بتنزل بالسباتولا كده وتبتدي نكحت في الطاسه، اي حاجه لازقه فيها بتطلع معانا على طول، وهي دي الحاجات
اللي بتطعم اصلا الصوص. حتت اللحمه بتاعتنا اهي هنزلها في الصوص، نغطيها بس كده اهو. هنوطي النار شويه حراره متوسطه، وهنجيب الغطا وهنغطي الخليط بتاعنا ده، نديله حاجه بتاع 5-6 دقائق بس. الكلام ده كله كده يبتدي يلم على بعضه واللحمه تاخد شويه سوا. بعد كده لو عندك ترمومتر نشتغل بيه، لو مفيش بتطلع حته اللحمه نشقها كده بالسكينه نشوف اخبارها ايه ونكمل. خلوني على ما تخلص كده اطلع اخطف فاصل في السريع، نلملم الدنيا ونرجع نقدمها على بعض، وبعد كده نعمل مع بعض المشروب. تعوش في حته. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. زي ما شفتوا معانا قبل ما نطلع فاصل حطينا الستيكس بتاعتنا في الصوص وسايبينهم كنا ياخدوا التسوية الأخيرة. عايز أوريكم كده الشكل في الآخر بيبقى عامل إزاي. طبق التقديم، وأنا بقدم النهاردة هنقدمه مع ماشت بوتيتو مع بطاطس مهروسة وشوية بروكلي معمول له بلانشنج اللي هو نازل يدوبك ثواني بس كده في شوية مية وعليه ملح وفلفل، وده كل اللي عندنا. ناخد حتت الستيك بتاعتنا اهو. نحطهم هنا كده بالشكل ده. بصوا بقى شوية المشروم اللي كان تحت أخد اللسعة اللي بقول لكم عليها دي أهو. بصوا لما بنعمل كده خلاص الطاسة نطفت إزاي، شلنا كل الحاجات اللي تحت، وزي بقول لكم بقى ده البيز بتاع الصوص ده وأي صوص للبروتين. ندوقه بس كده الأول نشوف إحنا متبلينه تمام ولا محتاجين نزود ملح فلفل أي حاجة. حلو قوي بس سخن قوي. حتة من فلفل اسود وعلى طول هناخد الصوص بتاعنا وننزل بيه كده اهو على حتت الستيك. لكم بقى وجبه خطيره هتحسسك ان انت بتاكل ستيك بمشروم صوص، واحنا عاملينه بلحمه مفرومه، ودي برضه طريقه احسن واوفر كتير قوي طبعا لما يتعمل بيه اللحمه المفرومه. هتلاقوا ان الطعم بجد بجد بيطلع حاجه مختلفه قوي وبيعلي قوي منها. استحاله تتخيل ان انت بتاكل بس حاجه انت عاملها في الاول وفي الاخر من اللحمه المفرومه. زي ما انتم شايفين عملنا مع بعض السالزبري ستيك وقدمناه مع بروكلي وشويه بطاطس مهروسه، جربوه هتلاقوه حاجه حلوه جدا. طيب هنعمل مع بعض ايه دلوقتي؟ هنعمل مع بعض الميلك شيك الشوكولاته او سمودي الشوكولاته. عندي ايه؟ عندي شويه ويبنج كريم او كريمه خفق، عندي هنا صوص شوكولاته، عندي ايس كريم فانيليا، عندي لبن، وعندي كاكاو بودره، وعندي هنا اللي هو بودنج الشوكولاته. طيب على طول كده بس هنا صوص الشوكولاته ده تقيل شويه، بس احطه كده يبتدي هو ينزل. هنزل بشوية من اللبن مش كتير، عليهم الايس كريم، هنزل ببودرة الكاكاو، شوية كمان من اللبن، وحديهم أول ضربة قبل ما أزود بقية المكونات.
هنزل دلوقتي ببودنج الشوكولاتة، بيدي كده ايه قوام كريمي كده مختلف خالص. موضوع البودنج ده جربوه هتلاقوه لذيذ قوي. وبقيت اللبن بتاعنا ونديله ضربة. حلو قوي. نجيب كاسات التقديم. انا بس عندي هنا شويه صوص شوكولاته، انا يا دوبك عايز اعمل ايه حاجات كده عشوائيه جدا اهو في الكوبايه. وننزل على طول بالميكس بتاعنا. نجيب الكريمه اهو، ودايما بحب امشي اهو على الحز بتاع الكاس على قد ما اقدر على الواسع اهو. بعد كده ابتدي املى اللي جوه. ادي ايه رشه كريمه كده. يبقى فاضل ايه؟ الشاليمويات بتاعتنا اللذيذة، ونبقى عملنا مع بعض سموذي الشوكولاتة، وعملناه مع السالزبري ستيك بصوص المشروم، وقدمناها مع الماش بوتيتو او البطاطس المهروسة، وشوية بروكلي كده معمول لهم ستيمينج او بلانشنج سريعة. طيب كده احنا وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. أرجو إن الوصفات النهارده تكون كانت حلوة وجديدة ومختلفة ومطرقعة وعجبتكم زي ما عجبتني كده قوي النهارده. خشوا لي على سوشيال ميديا على سي بي سي سفرة انستجرام أو فيسبوك، أو خشوا على صفحة البرنامج نقنقة بالعربي على فيسبوك، قولوا لي إيه رأيكم في الوصفات اللي بنعملها، ولسه عايزين نشوفوا معانا إيه تاني. أشوفكم الحلقة الجاية، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.